تبقى. السلام عليكم. تبقى ما شاء الله. وش ذا الزين؟ يا مرحبا. هلا شلونك؟ هلا بشيء. اللهم اشهد. الله يبقيك. الله حيه. شلونك؟ كيف الحال؟ عساك مرتاح؟ شلون صحتك؟ مبروك لي يوم. الله يبارك بعمرك. تبقى الله حيه. شلون صحتكم؟ طيبين؟ شنو اموركم؟ طيبين ان شاء الله. شلون صحتكم؟ يلا انت قويهم ما شاء الله. اختلفت علي القريه الربع اللي من زمان الظاهر ما شقرت يا حبيبي. الله يكرمكم يقويكم. انا اشهد. عز الله. تبقى. السلام عليكم. شلونكم من الربع؟ الله يرضى عنك. شلون صحتكم؟ الله يحييكم. خلونا نسلم عليكم. تبقى. شعلومك طيب؟ ونعم ونعم ونعم. السلام عليكم. والله نعم مليون. شلون صحت؟ ساك مرتاح؟ يا لب عينك. جعلك تسلم. تبقى. يلا شلون صحت؟ الله يبارك بعمرك. يا مرحبا. ونعم ونعم. يلا حيه. شلون صحتكم؟ طيبين ان شاء الله. الله يبقيك يرضى عنك. السلام عليكم. ما شاء الله ما شاء الله. السلام عليكم. شلون اموركم؟ حيا الله المراجل. ما شاء الله. السلام عليكم. ونعم ونعم. شلونك طيب؟ تبقى. والله نعم مليون. ونعم نعم. شلون اموركم؟ طيبين ان شاء الله. وين كراسيكم السود؟ لا لا هناك بعيد. من جالس هناك؟ نجلس هنا. وش رايكم؟ نقرب. ابقى. يلا حيه. شلون صحتك؟ ونعم. شلونك؟ والله نعم مليون. شلون صحتك؟ صحتك مرتاح؟ كيف صحتك؟ مرتاحين؟ ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. شلون صحتكم؟ طيبين ان شاء الله؟ لا انت تجعلني والله ما عندك. خلني والله ودي اكون بس كذا. الكاميرا تصير خلفي ولا؟ مره؟ الله لا يهينكم. شلون اموركم؟ ساكم مرتاحين؟ ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. غيروا القريه كامله عشان عيون مراجل. الله يبارك. لا قوه الا بالله. تستاهلون والله ما شاء الله تبارك الله. شلون صحتكم؟ كيف الصوم معكم في القريه؟ عسى الامور زينه. الله يقويكم. الله يقويكم ما شاء الله. انتم شعليين قبل ما تبدؤون ما شاء الله عليكم. اي والله احنا نتابعكم وندعو لكم. عسى في بقيه ولا العالم غادرت. بدري على البرايمات اجل. لا لا البرايمات راح ثلاثه. الله يستر امورهم. الله يستر امورهم. اربعه بعد الخامس. ياسر ياسر علي. كل يوم اي ما يحتاج. اطلعوا ثلاثه ولا اربعه الحين؟ ثلاثه ثلاثه. ما شاء الله ما شاء الله. الله يقويهم ويعينهم يا ربي. ارتاح بعد يجعلك تسلم. تبغون ننطلق يا شباب ولا ننتظر؟ كنترول نبدأ. نبدأ. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في هذا اليوم الجديد والأول لي في برنامج مراجل. الحقيقة أنه ممكن تكون تأخرت الجية لكن والله أن الارتباطات ورمضان دائما ازدحام الأشغال والأعمال ويمكن السفريات ولا. الله يبارك فيك والله. أنتم السائل عندكم وكبره عندكم إن شاء الله. حنا نجي نتعلم منكم ونمشي. وزال الله خير الشيخ أبراهيم الحسين. حقيقة أنه كان حريص من البداية أني أكون موجود لكن يمكن الظروف ما والله تيسرت لي والحمد لله على كل حال. الحقيقة أني أشوف من أيام التصفيات برنامج مراجل وقاعد أشوف أقول ما شاء الله وش هالعالم اللي اجتمعت من كل ديرة وش هالإبداع اللي قاعد ينثرونه وش هالجماليات اللي صارت ابتداء من التصفيات إلى اليوم. اليوم كم وصلنا معكم؟ مراجل 25. يا سرعة الأيام فعلا. تتكلم على أول شهر من البرنامج خلاص على وشك أن ينتهي. والبرنامج كم مدته؟ 3 شهور وعشر أيام ولا 20 يوم؟ وعشر أيام. 100 ويومين راح منها 30 يوم. احنا نقول دائما البرامج دي سبحان الله بدايتها يمكن الإنسان يكون مشعل ومتفاعل وإن شاء الله أنتم من البداية حتى النهاية. ويمكن
قليل من النسخ اللي مرت عليه من 2015 إلى اليوم اللي تكون مستمرة في العطاء وفي القوة وصراحة خلنا نقول الاستمرار في مسألة أصلا العطاء والروح الحلوة، هذا بحد ذاته تحدي. لكن أي تحدي يسقط أمام إبداعكم جميعا، وأنا أقوله وأنا صادق، لأنه فعلا برنامج مراجل هو فعلا أصبح مثل الشرارة اللي خلت العالم كله تلتفت وش عندهم ذولي وش قاعد يسوون. ما شاء الله إن كان جعلك والله تسلم. أنا والله منكم وفيكم، ففيكم صاحب الصوت الجميل، فيكم ما شاء الله كلكم مراجل. ما ودي أقول والله فلان فيه وفلان فيه وفلان فيه، لكن فعلا هالتشكيلة اللي صارت لا شك أنها إن شاء الله أنها يعني شيء مبشر جدا ورائع. وبكرة اليوم متسابقين، بكرة إن شاء الله تقودون القناة مثل ما صار في النسخ السابقة، كانوا متسابقين اليوم هم أغلبهم مذيعين، والنسخ اللي قابلوا قابلوا قابل من 2015 إلى اليوم في كل نسخة لازم يتميز 3 4 5. لكن المشكلة إذا صار مثلكم كلكم مميزين، هنا مشكلة القناة تبي تبلش من تأخذ ومن تخلي. لكن بإذن الله أن فيكم الخير جميعا. من حط فينا الهقوة ويبشر بسعد، كفو والله والله كفو. وإن شاء الله لكم قد الهقوة وزاد بإذن الله. وحقيقة أنه أصلا من التحديات اللي في البرنامج أنك أصلا تبي تعيش أيام اللي أصلا يمكن طول عمرك عايشها مع أهلك، أيام رمضان. فكيف أنه أنت بدأت البرنامج أصلا بتضحية، هذا بحد ذاته ما يدل إلا يدل على أنه فعلا الناس هنا ما جاءوا إلا يقدمون اللي عندهم، وأنه بإذن الله أن يوصلوا للهدف اللي هم رسموه. وفي كل برنامج نعيد ونكرر أنه اليوم كل واحد فينا عنده أهداف عامة في حياته، يقينا ما في أحد فيكم إلا عنده هدف، إما أنه يسعى لوظيفة، ولا أنه يسعى أنه بكرة يصير دكتور، وهذا بيصير تاجر، وهذا بيصير ضابط، وهذا بيصير معلم، هذا بيصير طيار. ولا شك أنه هذه الأماني الله يبيض وجهك ويجزاك الجنة، ارتاح جعلني معدك مجار. ما شاء الله، في أحد فيكم أحد من هالعمان؟ وينه؟ أنا بشوفه وينه، أي ما جاء. فعلى كل حال الحقيقة أنه هذه الأهداف اللي كل إنسان يسعى لها لا شك أنها حق مشروع لكل أحد يسعى لمثل هذه الأهداف. وهذه الأهداف ممكن بعضها يتحقق وبعضها مرات يتعثر، وترجع ترسم خطة جديدة وتعيد مرة وثانية وثالثة ورابعة إلى أن توصل لهذا الهدف اللي أنت حاطه قدامك تبي توصل له. وهذه الأهداف يا أخواني بما أنها حق مشروع وكل واحد يسعى لها، لا شك أنه ما في أحد فيكم ما ترك هلا. وفي أفضل الأيام في رمضان اللي متعود أنه على الجمعة مع العائلة وضحى أنه يكون في هالبرنامج، إلا لا شك أنه عنده أهداف راسمها. سلم تجعلك تسلم. هل في أحد منكم اليوم من الموجودين جاء للبرنامج ما عنده هدف ودي يرفع يده؟ ما في. وهذا الطبيعي، اللي مو بطبيعي اللي يقول أنا جاء ما عندي هدف، هذا وش يبي؟ هذا أقرب برايه مدوه، ما يحتاج، لأنه وجوده ما له فائدة، صح ولا لا يا إخواني؟ لكن الفكرة أنه أنت رسمت لك الهدف. فيكم اللي راسم هدف يبي الأول ويبي جماهيرية، حق له ولا مو بحق؟ اللي يقول والله ما دور الجائزة ذا بعد ترى ما نبيه للجاي، أتلازم تجي وتسعى للأول وأنت إن شاء الله دائما الأول. طيب ما تحقق الأول وخذ جماهيرية، خير وبركة، صح ولا لا؟ كونت قاعدة، أيا تكن هذه القاعدة قليلة بنظرك أو كثيرة، لكن أنت قاعد تنمي هذه القاعدة بمحتواك الطيب باستمراريتكم إلى ذلك. فيكم اللي جاي هالبرنامج وعنده هدف أنه مثلا بيكون علاقات مع الضيوف اللي بيواجههم في أثناء البرنامج في الفقرات بشكل عام، يبي يكون علاقة مع الإعلاميين بشكل عام، يبي وهذه أهداف مشروعة. وفي الغالب أنه تحقيقها إن شاء الله مو صعب، سهل جدا، تحتاج فقط ذكاء اجتماعي ودخول مع الناس ومورك طيبة. طيب كل هذه الأهداف هل ممكن أحد البرامج يجي واحد يطلع ماله جماهيرية؟ ممكن، صح ولا لا؟ ممكن واحد يجي للبرنامج ويبغى الأول ولا ياخذه؟ ممكن، صح ولا لا؟ ممكن يجي أحد للبرنامج ويبغى نجم الجمهور وما ياخذه؟ ممكن. طيب هذه الأهداف اللي ممكن تتحقق وممكن ما تتحقق، فالأخير كلها اللي بيحدد في هذا كله بعد توفيق الله لك إيش اللي بتقدمه أنت في البرنامج، إيش اللي تبي تسعى له. اليوم لا شك أنه في ناس يتابعونك، لكل واحد فيكم هالكلام، وهو معلق عليه آمال، إما من أهله إذا كان متزوج زوجته وعياله، قرابته قبيلته، كل اللي يتفاخر فيكم وكل اللي معلق عليه الأمل أنه هذا بكرة هو اللي
يكون الواجهة لنا كعائلة، صح ولا لا؟ اليوم في عوائل لهم أسماء هي الواجهة لهم، صح ولا لا؟ ومعروفين ويظهرون في الإعلام. اليوم كل واحد فيكم لا شك أنه جاه المكان، هو ترى يمثل نفسه وأسرته على المستوى الضيق، ثم على المستوى الأكبر تتكلم على قبيلته والناس اللي وراه. هذول كلهم اللي علقون الآمال. اليوم يا أخواني ترى ما خلاني أجل هالمكان وأترك أهلي وأشغالي اللي يعلم الله أنه شيء واحد. وشو هالشيء؟ قولي وشو؟ أنه فعلاً اللي جابني لهالمكان أنه في ناس الآن ورانا معلقين علي وعليكم آمال. أحد عرف منهم؟ هذول خالصين منهم غيرهم؟ الأيتام، ممتاز. ها الأرامل، ها الجمهور في الأخير. هو ما ترك يعني خلى وقت يتابعك لأني يحبك ومعلق عليك أنك تسعده. الفقراء بشكل عام، المساكين أيا يكن، المحتاجين بشكل عام. الله يجعلني معدمك. شوفوا يا أخواني، اليوم كنت أنا والقناة ترى هنا في نزاع أنه هل نجيب وقف ولا ما نجيب وقف. فقاعد أقول للشيخ لا ما نبي وقف. شيخ إبراهيم الحسين الله يوفقه ومسعى له بالخير، أقول لا ما نبي وقف. حيا الله العمان، شلونك؟ كيف الحال؟ المسيح السلام يقول النبي يقول لو أتيت أهل عمان ما سبوك ولا ضربوك. الله يطول عمرك. هذا من طيب أهل عمان، ترى هذا حديث، فهذا من طيب أهل عمان. الله يطول عمرك. الله يحفظك يبارك فيك، وفرصة سعيدة التقينا فيك. الله يجزاكم الله خير، الله يكتب أجركم، جعلك تسلم. إن شاء الله أننا مشاركينكم في كل خير إن شاء الله. أنتم الخير والبركة، الله يبارك فيك. طيب، فكان يعني كان فعلا في وقف خلاص بيبدأ. كنت أقول له تكفى ما نبي وقف، لا ابن الحلال مدري وشو، الناس تعودت ورمضان الناس تشارك. قلت ما نبي وقف، شفت التمسيك اللي مسكت معي كذا. فقلت له خلنا هالمرة نجرب. وش نجرب اليوم يا أخواني؟ معنا جمعية اسمها جمعية التكامل الصحية. ما جبت لكم وقف ترى، عشان اللي يقول الحين إيه بيشغلنا بدل الوقف، لا 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 ما عندنا وقف، لكن أنا بشغلكم شيء ثاني. مستعدين؟ ما أسترى خلنا تفاعلكم وبعاجبني. مستحين مني يا أخواني أرمي الشماغ، علموني. طيب، اللي جايب لكم يا أخواني، إحنا عندنا حالات مرضية، حالات لمرضى سرطان، أسأل الله أن يشفيهم ويشفي كل مسلم يا رب، وحالات لمرضى غسيل كلى، أسأل الله أن يشفيهم ويشفي كل مسلم، وحالات كثيرة جدا جدا جدا. إحنا ما نبي نقول نعطيهم كل الحالات. والله يا أخواني ترى فعلا لما تكلمت مع الأخوان قلت وش أعطوني، وش أكثر حالات تشوفون أنه فيها احتياج وتشوفون أنه هذه الحالات فعلا لها تأثير، لو الناس الآن تبنوها في القناة والمتسابقين الرجال اللي فعلا هم يعني. لو واحد فيكم والله لو جاء واحد دق عليك باب البيت وما تعرفه ونصاك بشيء والله أنت تعطيه، صح ولا لا؟ فكيف إذا كان أصلا اللي طالبكم معلق أمل عليك وأصلا محتاج، وما هم محتاج لشيء كمالي، ما هم محتاج التمر ولا يبي يروح يتسوق ولا لا لا لا، هو محتاج أنك تعالجه. يا أخواني ترى مريض الكلى لو ما تعالج ترى وش معناها؟ ترى وفاة. اللي جرب، وأسأل الله أنكم ما تجربون يا كريم، وشاف مريض الكلى تراه غسل يبقى على قيد الحياة إن شاء الله. وكل شيء طبعا الموت حي بيد الله، أتكلم على أمور طبية. طيب ما غسل معناه ودع. طيب أسألكم بالله، مثل هذا كمثال يعني غسيل الكلى اللي مبلغه بسيط وما يذكر، ثم يطرق أبوابكم أنتم واللي تابعونا من الكرام والكريمات ولا يلبون طلب هالمحتاج اللي أصلا هو بين حياه وموت، يعني سامحون يا أخواني، إذا الله سألنا وش سويتوا في فلان وش يكون جوابنا؟ في الحديث يا أخواني القدسي يقول الله عز وجل عبدي استسقيتك فلم تسقني. قالوا كيف نسقيك وأنت رب العالمين؟ قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقه. شفت يا أخواني؟ قال عبدي استطعمتك فلم تطعمني. قالوا كيف نطعمك وأنت رب العالمين؟
قال استطعمك عبدي فلان فلم تطعم، بمعنى جاء دق عليك واحد محتاج ومد يده لك وأنت تركته وخليته في حالة وأنت تقدر. يا أخواني ركزوا، هذا فلان يبي أكل، لا أنا أتكلم على واحد أصلا يبي يغسل كلى، واحد عنده مرض سرطان يحتاج استئصال ورم، واللي جرب أنا 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 الوالدة صلى الله أن يغفر لها ويرحمها في هذه الساعة توفيت الرجال متحمس، الوالدة في عام 1432 توفيت وسبب وفاتها مرض السرطان. ليش يا أخواني أنا أقول هذه؟ ليش اللي خلاني أصل على الحالات؟ لأن يا أخواني أنا عشت هذا الوضع، فأنا قاعد أقول ليش الحين إحنا خلينا نقول رمضان هي الفرصة صراحة، ورمضان فعلا أنه إذا إحنا ما تكاتفنا ما تعاوننا، ترى رمضان هو جزء، هي أيام ستمضي وتمر، لكن ترى عندكم بعد غير رمضان شهرين صح؟ ولنا تقريبا شهرين، ترى هالحالات بتستمر معنا يا أخواني. إحنا بعد شوي بيدخل علينا رئيس مجلس إدارة الجمعية بيتكلم على الجمعية وعن الحالات المرضية اللي عنده، هو أصلا دكتور. طيب قبل ما يدخل علينا الرئيس كنت أقول الشيخ إبراهيم أبي منك طلب، قال وشو؟ قلت ما لك علاقة وشلون أتصرف في مسألة عرض الحالات؟ قال الله يدلك، وهذا من طيب، أنا واحدة من عيال جزاه الله خير، أي والله تسأل من طيب. فجلست مع محمد عيسى، ما أدري هو معذبكم ولا للحين أموركم طيبة معه؟ يا زين قلبه أول واحد يمدحه، والله محمد عيسى لكم 25 يوم الوعد بعد 45 يوم أبو عيسى تحية يا أبو عيسى، أنا أشهد بالله سبحان الله يا أخواني أبو عيسى ذا للعالم تتكلم فيه ما ينتهي برنامج إلا كل اللي يحبه، لأنهم يعرفون هم يحبونه في البداية ثم يكرهونه في النص ثم يرجعون يحبونه في النهاية. لا 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 اصبر شوي لا تستعجل. فالفكرة يا أخواني نرجع لموضوعنا، قال الشاب أصلا مقسمين مجموعتين ولا لا؟ في مجموعة مع حبيبنا عمر بن هذال والثاني مع وليد البحيح. فقلت له أبو عيسى ما عندي مجموعة ثالثة؟ قال لي لا. قال لي أقسمهم؟ قال لي ما أفضل خلهم كذا مجموعتين. قلت على بركة الله، لكن في مجموعة ثالثة. قلوا وشي؟ من؟ لا الجمهور بيجيك بنجي في بنجي سالفة بسم الجمعية. لا 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 في مجموعة ثالثة بتتبنى الحالات معكم مرضى. لا يا الربع ركزوا معي دقيقة أصبر أصبر. القناة هي موفرت لنا المساحة. اسلم اسلم ها كفو والله والله يا كفو. قلت الشيبان الحين يجون كلهم يسولفون علينا نبي نستفيد منهم ولا لا؟ صح ولا لا؟ صح. الفائدة لنا لعبد العزيز لفلان وعلان؟ لا والله الفائدة لها المرضى. فقلنا بنعطي كل مجموعة حالة، يعني مثلا في حالة سرطان 220 ألف مثلا نتكلم عنها أبا تتبنونها كيفكم، وفي المجموعة الثانية عندها حالة مثلا اللي اليوم أتكلم عندنا حالتين اللي اليوم راح نعرضها. ما في شاشات قريبة صح؟ في واحدة اللي وراك. طيب أبو عيسى عطنا صورة الحالة الأولى. جاهزة؟ أعطوا لكم جاهزة ولا أكمل أشرح لهم الفكرة؟ كنت طيب إذا طلعت أعطوني خبر. طيب فقلت أبعطي كل مجموعة حالة تمام، ثم بيطلع حالتين إضافية، حالة بيتبنونها كبار السن عسى ربي يحفظهم آمين مع أبو عبد العزيز الشيخ بدر الحسين، وحالة بنخلي المقدمين يتبنونها الله الله يجزاهم خير. طيب عطنا الصورة الأولى شباب، في أحد فيكم بس يعني يقرأ ولا عليها مر؟ ودي أخواني تستوعبون بس المكتوب، ترى مختصر جدا يعبر عن جزء من معاناة هذه الحالة. سم يقول أصيب بسرطان القولون وساءت حالته الصحية لصعوبة العلاج ولقلة ذات لقلة ذات اليد، ما عاد يوضح. كبروا كبروا الصورة له، ذات اليد وهو بحاجة يا الله حسن الخاتمة ما سهل لإدراك وضعه الصحي الذي يزداد سوءا، كن خيرا باذلا لدعم المحتاج.
القيمة طبعاً 190,000، شيء بسيط إن شاء الله. يا سلام، ذكرني باسمك. فؤاد عبد الله. ودك نتبنى حالة علاج البصر النظر بإذن الله. عليك تسلم. طيب هذه الحالة 190,000 صحيح؟ طيب أبك تعيدها لي بس حبة حبة. أصيب بسرطان القولون. أصيب بسرطان القولون. أيوة. وساءت حالته الصحية لصعوبة العلاج ولقلة ذات اليد. ممتاز. وهو بحاجة ماسة لإدراك وضعه الصحي الذي يزداد سوء. يا سلام. كن خيرا باذلا لدعم المحتاج. قيمة الحالة 190,000. الله يبيض وجهك ويجزاك خير، جعلني معدنك. شوف يا إخواني، هذه الحالة الأولى وقيمة 190,000 لمريض سرطان قولون، تمام؟ باختصار ما عنده فلوس يعالج نفسه، ويمكن تعرفون مرات يصير في انتظار في الحالات وكذا، صح ولا لا؟ أنا يا إخواني أذكر أيام الوالدة كانت المواعيد فتراتها طويلة، صح ولا لا؟ مرات الآن مريض أسنان يقعد معكم 6 شهور يعاني، صح ولا لا؟ فوزارة الصحة مشكورة تقول أنتم قاعدين تكملونها يا الجمعيات، فلذلك الآن الجمعيات الصحية قاعدة تنمو وتكثر. ليش؟ الاحتياج عالي وفي تكامل مع وزارة الصحة، عسى ربي يقويهم. هذه الحالة 190,000، والله يا أخواني ترى مبلغها تافه ولا يذكر. فهذا المريض بسرطان القولون 190,000، ما نقدر نغطيه؟ بنقدر، أنتم تتبنونه كمجموعة، وفي الأخير عندكم ناس متعودين على البذل وعلى العطاء وعلى الإنفاق وعلى مد اليد، مد يد العون للغير. طبعا الصورة سام لبه لا شك. يا سلام، الصورة عطنيها مرة ثانية لها أنت حبيبنا الشريف. طبعا هذه الصورة يا أخواني فقط من باب أن الواحد وده يطمن، ها اللي وده يشارك يطمن. أنا الحين أدعو لكل متابعنا الآن أنه يقرب، أنه يقرب من الشاشة. شايفين الباركود هذا يا إخواني؟ المركز الوطني مشكورا أطلق حملة اسمها تبرع بأمان. خلوا الصورة شوي. اسمها تبرع بأمان. وش فكرة هذه الحملة؟ أنت قبل تدفع ريال واحد لازم تتأكد أن الجمعية رسمية رقم واحد وعندها تصريح جمع تبرعات. فإذا دخلت على هذا الباركود الآن بجوالك ولا أنت بجوالك اللي تابعينه، بيحولك على موقع المركز الوطني وتصريحه لهذه الجمعية بأنها تجمع تبرعات. تونا نقول بسم الله. هي طبعا مجموعة حالات، هو ليس وقف مثلا قيمته مليون ولا مليونين وكذا، هي حالات. احنا عندنا مجموعة حالات نبي ناخذ منها اللي الله يقدرنا ان احنا نساعده حبة حبة. يا سلام عليك. انا ترى اقدر احط الان 100 حال اقدر، بس يعني بناخذها شوي شوي وناخذ الاولى في الاولى، الاولى في الاولى، اللي اشد مرض الاشد احتياج بالطريقة هذه. سام لبه اللي تكلمني نفس الحالات هذه اذا اخذت مده طويله تاثر على الشخص نفسه واحتمال انها تنتشر. صح. فودنا ان نقفلها قبل انتهاء شهر رمضان، وسال الله. لا خلاص شهر رمضان كذا بزعل منك. ليه؟ قبل يوم واحد الله يكتب الفير. شوف يا الربع، والله العظيم يمكن كانت عندنا اوقاف كنا في اليوم الواحد يدخل 400,000 بالراحه في اليوم الواحد، 300,000 200,000 اذا صار ميت الوضع مره، وانت ماشي 120,000 150,000 وانت ماشي. اهل الخير موجودين، والعالم اصلا اللي يتابعونا اهل كرم يا اخواني، فاحنا ما احنا جايين نجربهم، احنا نقول تعالوا عينونا فقط على هالمرضى. نعم هذا هو مرضى الحين هم في حاجه. يا سلام عليك، احنا ما نقول وقف نبي نبنيه ثم تحروا الريع، لا 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 لا، مبلغ اكتمل ترى مباشره بيروح المستشفى بيتعالج من الاخير. بس بكلم اختي باركود وبسمع كذا تسمح لي. الباركود هذا يا اخواني لكل واحد بيطمن قبل ما يدفع ريال واحد، انا ادعوك قبل ما تدفع ولا تدفع حتى تشوف هذا الباركود، تمام؟ بيحولك على تصريح جمع التبرعات. شوف التصريح من المركز الوطني انه ما بدانا الا عشان هالترخيص يكون فعلا مكتمل. طيب بعدها تبي تتبرع، رقم الحساب ظاهر على هذه الحاله، ادخل الحين على التطبيق وخلونا اليوم يا اخواني، اليوم انا اثق تماما انه ان شاء الله ما يجي بكره الا الحالتين مقفله. والله العظيم اني اقولها حسن ظن بالله ثم حسن ظن باللي يتابعونا، لانه ما جينا نجربهم من الاخير. كنت بتقول شيء سامحني. والله اللي خلقني وني تاجر الى ما تشرق شمس بكره الا وقفلت الحالتين. اتكلم عن نفسي انا، ولكن اهل الخير ابشرك انهم واجدين، واللي يحبون الخير واجد، واملنا في يوم كبير ان شاء الله. انا ما تغرب شمس بكره الا وتقفل ودي الحالتين باذن الله ما تنام عينه. اول شيء اجر عند الله سبحانه وتعالى، وثاني شيء جميل، كلها ثنتين اجر وجميل. يا سلام. وحنا طوال عمر السلامه الواحد او يحسب دراهمه وين هي بتروح فين، ما
بعضها تروح في شيء ما لها سنع ولا لها داعي، ولكن هذه بيلقاها في الآخرة وفي الدنيا. يا سلام. احنا ننصح انفسنا وننصح المشاهدين لاخواننا ولاخواتنا، يا سلام، انهم يبادرون في الاعمال الخيريه ولا شيء بيضيع عند الله سبحانه وتعالى. الله يبيض وجهك ويجزاك خير. طب انا بستاذنكم بستقبل الضيف، عطني شيء. يلا عطني. خيركم لاهله. وانا خيركم لاهلي. إيه، فبعض الناس رجال اعمال يمكن يقدم المعروف ونيته طيبه لكن ينسى القريب. صادق. اللي هو احق صح من البعيد. صح. ان الاجر واحد. صادق. قدم القريب يجد على القريب ثم بعد عاد رح نظف البعيد. صادق. اذا وصل الضيف علموني. وصل الضيف وباخذ من مشاركاتكم. ارحب يا دكتور علي، تفضل. خلاص. مرحبا مرحبا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. يا حالكم؟ حياك الله دكتور علي. الله يبارك في عمركم ان شاء الله يديكم. بسم الله. الدكتور علي الشمراني. دكتور علي الشمراني. رئيس مجلس اداره جمعيه التكافل. طيب. شيخ وان مساكم خير، شهر مبارك عليكم. جمعيه التكامل الصحيه اليوم تنير شماء الواقع. يا مرحبا. حيا الله ذا الوجيه الطيبه. كيف الحال؟ طيبين. شلونكم؟ مساكم خير ان شاء الله. ليش ما نكون هنا؟ عشر الرحمه مبارك عليكم ان شاء الله. كيف حالك؟ طيب. حيا الله المنشد الطيب. الله يطول عمرك ان شاء الله. كيف اخبارك؟ مساك بخير. نسلم على مقدمك. هلا هلا هلا. ارحب. ثم ارحب ثم بخير. يلا حيا. شلون صحتك؟ كيف امورك؟ صحتك مرتاح؟ يا رب لك الحمد. كيف امورك؟ يقول انتقلوا هناك عشان على الشحن. قلت مرحبا. تفضل دكتور. يا مرحبا. حياك الله. بسم الله. يلا حيا. الله يهديك. شلون صحتك؟ صحتك مرتاح؟ بنروح هناك نجلس. طيب سم. شباب انا الكنبات ما ودنا. ترضى دائما قبل ذا الوجيه الطيبه احنا في نعمه وخير. الله يحييك. تحايا الله. قربوا يا رجال قربوا. الله يحييكم. احنا هنا. اي ارتاح ارتاح. الله يحييك. مرحبا ومسهلا. الله يبقيك ويرفع قدرك ويرضى عليك. بسم الله بسم الله بسم الله. طاح الشر. لا انت. اللي هناك تمام تمام تمام. يلا يا شباب عشان نكمل. حياك الله دكتور علي. الله يبقيك. يا مرحبا ومسهلا. ان شاء الله. شلون صحتك؟ ان شاء الله. يا رب. لا تعبت. لا ندمت ان شاء الله. مسافه قريبه. لا قريبه ما شاء الله تبارك الله. والله ما ظنيت. انا قرد عاد سفر انا جاي. زين كويس. بغيت امر اخذ لي احرام بس ما لقيت. ما تيسرت. ما تيسرت. يا مرحبا. الله يحييك. كيف اموركم؟ والله بش. مساكم طيبين ان شاء الله. هذه حلوى اهل عمان. ما يحتاج معروفه يا اخي. سم. طيب نكمل الربع. ترى بعد مكانك خذ راحتك. لا لا ذوق 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 ذوق. دام انه في يدك خذ لك واحده. خذ لك واحده. مره؟ اي والله. طيب. بس اني ما ابغى ارد. طبعا معنا الدكتور علي الشمراني رئيس مجلس إدارة جمعية التكامل الصحية. الحقيقة أنه خلوني أقول شيء والله ما أدري أني بقوله. أنا لي فترة أتواصل مع الدكتور ويمكن تقابلنا واجتمعنا أكثر من مرة. الحقيقة أنه عاد رؤساء المجالس يتابعون الجمعيات عن بعد كلهم اجتماعات دورية، لكن رئيس مجلس يوميا في الجمعيه هذا والله شيء يحسب للدكتور علي. الله يرضى عليك. وهذا شيء انا اقوله وانا شفته بعيني، ما اقوله والله مجامله للدكتور. وهذا ان دل على حرصه وحمله لهم هالمرضى اللي اليوم طرقوا ابواب قناه الواقع ومتسابقي مراجل وجمهور القناه، واللي باذن الله ما راح يرد هالمرضى خايبين. احنا اليوم دكتور علي قبل ما انطلق معك وبسمع عن الجمعيه ونسمع عن برامجها وانشطتها وما الى ذلك. الله يبقيك ويرضى عليك. والله ما ادري انت واجهت انت. مرحبا مليون. طيبين. طيب بخير من العافيه. الله يرفع قدرك ويرضى عليك. فقبل ما انتقل مع الدكتور علي ونسمع عن الجمعيه، الله يجعلني معدمك، بيض وجهك يا حبيبي. لا انت سلمت. اوه حارة جدا. طيب احنا اليوم دكتور عندنا حالتين بنعرضها على الشباب، لكن بجي في تفاصيلها. انا عرفت واحدة وفصلناها بناخذ الثانية ممتاز. لكن بعدها قبل كل شيء الله يحييك في مكانك ومحلك، وباذن الله انه هذا اللقاء باكورة وبواب اللقاءات القادمة باذن الله اللي كلها من اجل هذا المستفيد باذن الله سبحانه وتعالى. دكتور علي ابتداء
نبي نعرف من أو ما هي جمعية التكامل الصحية. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أول شيء أنا استأذنك في كلمتين أبغى أقولها. سم. هي حق وطني للجميع. يا سلام. من هذا المنبر قناة الواقع أسأل الله أن الله يبارك فيها وفي القائمين عليها يا رب، وأن يجعلنا وإياكم فاتحا للخير مغاليق لأبواب الشر. الشيء الثاني أرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات والشكر والعرفان لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله جميعا على الدعم السخي الذي هم قدموه لمنصتي إحسان وجود، وليس مستغرب على مملكة الإنسانية. أي والله، فنحن في وطن ولله الحمد والمنة نحسد عليه كثيرا، نحسد على اللحمة الوطنية، نحسد على الخير، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الخير باق في أمتي حتى قيام الساعة. فنحن أحفاد الصحابة، منهجنا الدين قويم، منهجنا منهج حنيف، نسعى دائما لعمل الخير بجميع أشكاله ومجالاته، وكيف ما كان حنا نتبع وراه سواء داخل المملكة أو خارج المملكة. أرجع لسؤالك أبو غلا، جمعية التكامل الصحية كانت الفكرة فيها مساعدة المحتاجين من المرضى والأشد حاجة. نحن في زمن كثرة الأبليات والأمراض، وكل يوم نسمع من مرض جديد، كل يوم نسمع بحالات إصابات جديدة، كل يوم يمكن إلا ما ندر يمكن ما في بيت إلا ومر عليه مريض بمرض مستعصي أو مرض مصاب أو شيء عضال. فجمعية التكامل غرار الجمعيات اللي معنا، نحن نتكامل مع الجميع سواء جمعيات صحية خيرية إنسانية اجتماعية، نحن نتكامل مع الجميع، ولكن هدفنا الأساسي هو مساعدة الناس المرضى والمحتاجين. فعندنا مرضى الدولة قوية ونسأل الله لها التوفيق تقدر على علاجهم، لكن لا ننسى أن جائحة كورونا رمت بظلالها على العالم أجمع وليس بس المملكة العربية السعودية. صحيح. فصار عندنا قوائم انتظار عالية جدا في المستشفيات، ناهيك عن اللي عندهم فشل كلوي، المصابين بأمراض الفشل الكلوي بدل ما كان يغسل في الأسبوع مرتين في وقت جائحة كورونا اضطر أنه صار يغسل في الشهر مرة واحدة، وهذه يأثر على صحته جدا، يأثر على صحته ويأثر على جودة الحياة لديه، فأصبحوا مهددين بالموت. الموت هو من الله سبحانه وتعالى، هو سنة حياة وكأس لا بدنا نشرب منه، لكن دائما نسعى أن نحسن جودة الحياة، نحسن البيئة الصحية للمريض نفسه سواء نفسيا صحيا اجتماعيا. جمعية التكامل تقوم على مساعدة المحتاجين من تقديم العلاجات بشتى أنواعها، تقوم على توفير الأجهزة الطبية للمحتاجين مثل المعاقين مثل مبتوري الأطراف، تقوم على توفير أجهزة غسيل الكلى المنزلية وهي الآن يعني خطوة تعتبر سباقة في المملكة العربية السعودية. اي نعم في دول الخليج قبلنا طبقوها، ولكنه جهاز آمن 100%، فبدل ما المريض يتنقل في الأسبوع مرتين من وإلى المستشفى صار يغسل في بيته، فقط يجيه ممرض أو ممرضة تشغل الجهاز وتغسله في منزله وهو مرتاح، لأنه بعد الغسيل ينهك جسديا ومعنويا ونفسيا، لكن لما يكون في بيته يبقى بين أهله بين أبنائه بين أحفاده، يحس بالطمأنينة والأمان. ما حد منا يبغى يكون يترقد على السرير الأبيض، لا والله، الله كل واحد منا عندنا يترقد بين أهله وأولاده أفضل له من المستشفى. صح. حتى لدرجة أنها يمكن قد مرت علينا ناس كبار في السن يجي يقول لك أنا والله ودي أني أموت بين أولادي ولا أموت في مستشفى، فلما تحسن له بيئته الحالة النفسية نصف العلاج. صح. يكون هو في أمس الحاجة للرفع الروح المعنوية والحالة النفسية. دكتور علي سمعت بقاطعك، الآن الجمعية كم لها سنة؟ الآن داخلين في السنة الرابعة إن شاء الله، أو ثلاث سنوات وعشر شهور تحديدا يعني. طيب فسنة عشر الآن، خلنا نقول كم عدد حالات الانتظار اللي عندكم اللي بانتظار العلاج؟ اللي بانتظار العلاج الآن تقريبا أنا خلصي سمعت 600 وشوي زادت؟ لا تقريبا حوالي 670-680 حالة. يا أخواني ترى هذا العدد مو بسهل، لسبب ثلاث سنوات وعشرة أيام وصلت حالات الانتظار عند الجمعية 670 حالة. هذا احنا نقول والله ما شاء الله صحيح، لكن هي الفكرة أن هذول مرضى مساكين. جعلك تسلم.
670 حالة حاليا. 670 حالة في حالة الانتظار الآن، و حالات انتظار بدأ يعني بس ينتظرون الناس تدفع عشان نعم يتعالجون مباشرة. طيب في حالات تقفلت؟ في حالات تقفلت نعم، أكثر من 400 وشوي، 480 إلى 490 يعني حالة. يعني أنتم تعديتوا الألف حالة؟ تعدينا الألف حالة ما بين الانتظار وما بين العلاج، تعدينا الألف حالة. طيب دكتور تفضل. تكامل الصحية الأهلية. أنا أشوف أن الجمعية هذه توق طروحا وتبعث أمل، والله يبارك يا سلام. الله يرضى عليك ويرضى قدرك إن شاء الله. دكتور علي تفضل. زاد فضلك. الآن 3 سنوات و10 أشهر، خلنا نقول إيش أبرز البرامج اللي عندكم؟ أكيد أنا شفت عندكم ما شاء الله حوالي 10 برامج اللي شفتها في البروفايل. لا ما شاء الله تبارك. خلنا نقول الأبرز، ما أدنا نأخذها كلها، خلنا عن الأبرز. والله الأبرز يعني عندكم شفته في ردويا الآن الخدمات العلاجية واحد بجميع أنواعها، هذا هو الـ يعني البراند القوي او الـ الـ العنوان الاقوى اللي من اجلها الجمعيه انشات، اللي من اجلها انشات الجمعيه. عندنا برضه تقديم التوعيه والتثقيف والتدريب والتاهيل. جميل. لما نتكلم عن التاهيل فانا اهل المريض واهل المريض نفسه، اهل المريض لاستقبال الحاله المرضيه والتعايش معها، واهل اهل المريض كيف التعامل مع مريضهم ورفع روحه المعنويه. مثل مريض السرطان الله يشفيه، مثل مرضى السرطان لما يصاب بالسرطان، ونحن كلنا عارفين نفسيا لما يقول لك والله انت اصبت بالسرطان، اول ما يتبادر في ذهنك ايش؟ القبر امامك. اي صح، فقط ايام معدوده. الصوره الذهنيه نعم، الصوره الذهنيه اللي تبادر لك انك القبر قدامك، فقط ايام معدوده، بينما الواقع والحقيقه لا غير ذلك. كم من مريض عيش حين من الدهر، يعني في مرضى سرطان تشافوا 100% بوقفه اهل الخير، وكلها بوقفه اهل الخير بكل امانه. يعني الجمعية أنشأت عموم أعضاء الجمعية كلهم كوادر طبية على مستوى عالي من درجة استشاري أخصائي جي بي، أعضاء مجلس إدارة الجمعية، أعضاء استشاريين، أخصائيين، فهم أصلا ممارسين العمل الطبي في الميدان. فعشان هم ممارسين العمل الطبي هم حاسين بالمريض نفسه، حاسين بالألام اللي هو يعانيها. جميل. من كثر ما شافوا وراجعوا واستقبلوا حالات وعالجوا حالات، الحمد لله شافا عندنا حالات ما نقول إننا كاملين الكامل وجه الله سبحانه وتعالى، لكن كنا سبب في رسم ابتسامة يوم من الأيام على وجوه ناس كثيرين. جميل. عندكم توفير أدوية؟ عندنا توفير أدوية، عندنا توفير أجهزة طبية. جميل. كاملة بجميع أنواعها، يعني آخر كان أمس بالليل وفرنا جهاز كرسي كهربائي لامرأة معاقة، ما هو بسيط لما شافته يعني ذرفت دمعتها، لأنه بالنسبة لها شيء زي الأمنية. احنا اخوان نتمنى جوال ايفون، هم يتمنون سرير عشان بس يشوفون، تتمنى شفتوا فقط الامنيات عشان تقدر تتحرك، عشان تقدر انتم بالكرامه حتى تدخل دوره الامنيات تقضي حاجتها الله المستعان وتاخذ خصوصيتها. فهذا بالنسبه لها شيء عظيم جدا، لها والغيرها اللي في نفس المجال. يا سلام. مريض السرطان لما يحس بالتعافي حتى وان لم يتم التشافي 100% ولكن يبدا يحس بالتعافي في جسده، يا أخي ترسم على وجهه ابتسامة أنت لا تتوقعها ولا تتخيلها، الشعور اللي هو يتبادر له. قبل يمكن أسبوع الآن في رمضان جتنا امرأة وصلت مرحلة تسمم، توفى جنينها في بطنها. يا الله. لها أكثر من أسبوع ما هي قادرة تتعالج، وهي من أخواتنا الزائرات من اليمن اللي هاربين من ولايات الحرب. فجتنا الجمعية مباشرة تبادر لنا وحولناها على المستشفى ولله الحمد والمنة، وصلت لمرحلة 80% تسمم في الدم، يعني بقي لها 20% وتتوفى لا قدر الله. الله المستعان. كنا بعد الله، ما هو بتوفيقنا بل بتوفيق الله سبحانه وتعالى بجهودها للخير. داعمين نعم. رسلناها المستشفى، اجرت لها عملية، اجرت لها غسيل دم، تنظيف، الحمد لله رجعت لصحتها الطبيعية. والله الذي لا اله الا هو انها تتصل وتدعي وتبكي. الله يجزاك. لانها تقول انا هنا مقطوعة، مالي لا قريب ولا بعيد، اهلي كلهم توفوا في الحرب وانا دخلت لاجئة. طيب دكتور علي سامحني تفضل. الآن خلنا نقول خلال هالثلاث سنوات وعشرة أيام أبرز حالة عولجت ما تنساها. طبعاً طبيعي يعني في كثيرة، لكن في شكل يبقى في الذهن تلقاه يعيش معك دائم، كثيرة تذكره دائم. ولكن أبرز حالة جاءنا مريض وعالجناه في مستشفى عندنا هنا في الرياض من المستشفيات الأهلية. أنتوا عندكم شراكات مع المستشفيات؟ نعم عندنا شراكات مع مستشفيات حكومية أو خاصة. حكومية وخاصة. جميل. أسلم. فالمريض هذا أتانا في يعني وقت متأخر من المرض. وصل مرحلة متقدمة. نعم. وصل مرحلة متقدمة جدا. وما كان يدري عن نفسه أساسا. فهو أجريت له عملية بسيطة جدا وكلنا نعتبرها بسيطة، لعملية بواسير وما شابه هذا. لكن المشكلة وين؟ صار ما عنده مضاعفات، بعدين تسببت له في ورم سرطاني.
لا حول ولا قوة. فلما دخل المستشفى وصلنا أن الورم انتشر في الجسم كامل ووصل للدماغ. لا حول ولا قوة. بحمد الله وتوفيقه سيطرنا على الورم هذا بتفق الله سبحانه وتعالى، ليس استئصال وإنما بالعلاج الكيميائي والإشعاعي. بعد فترة تحسن، رجعت له الروح، رجعت له الحياة بعد ما وصل مرحلة اليأس. طلع من المستشفى يعني دخل على كرسي وطلع على قدمه، كانت بالنسبة لنا حنا كمفاجأة كيف قدرة الله سبحانه وتعالى. سبحان العظيم. فهو سبحانه وتعالى هو من يحيي الناس، يحيي العظام وهي رمي. فكان هذه من أصعب المواقف اللي مرت علينا. أيضا إذا سمحت لي سلمت، في امرأة عجوز تبلغ من العمر 75 سنة مقعدة لها 11 سنة لا لا ما تقدر تمشي، والسبب فاصل ركب. كنا بعد الله سبحانه وتعالى وتوفيق السبب في أن نعيد لها الحياة من جديد وأنها تمشي على قدمها، لدرجة لما جيت وسلمت عليها أنا شخصيا وتكلمت معها قالت لي والله يا ولدي إني فقدت الأمل في الحياة كلها، يا الله صرت أتمنى إني أموت ولا أحد من أهل بيتي حتى يدخلني دارة المياه، يا إله. والآن أنتم رجعتوا لي الحياة. طيب لما تجيك عجوز عمره 75 سنة وتذرف دمعتها عندك وتدعي لك، إيش بيكون شعورك؟ أنت يا المقدم وأنت يا الداعم وأنت يا المتبرع، إيش بيكون شعورك؟ إيش الأجر اللي حتلقاه عند الله سبحانه وتعالى؟ يا الله. ترى أنا شيء عظيم يا جماعة الخير، العمل الخيري ما هو بسيط. الجمعيات الصحية والخيرية والله عملها ما هو بسيط. لا شك. بالعكس حنا نتمنى من الكل، وحنا أصلاً في أرض خير ووطن خير. ما حد فينا فقير لله الحمد، لكن في منه من هو عاجز يتمنى من يشيل بيده، يتمنى من يأخذ بيده حتى يرجع ينطلق إلى الحياة. الله المستعان. اليوم دكتور علي، إيمان القيادة خادم حرمين الشريفين وسمو ولي العهد وجميع الوزراء إيمانهم بدور هالجمعيات جعلهم يضعون مستهدف في 20-30 نوصل 10,000 جمعية. ترى إخواني الموجود الآن تقريبا 4,700 آخر إحصائية تقريبا 4,700 جمعية في المملكة الآن، ولا زال الاحتياج قائم. فصار عندنا هدف من ضمن رؤية 20-30 نوصل 10,000 جمعية، جمعيات تخصي وراح نوصل إن شاء الله. ليش يا إخواني ترى كثرة الجمعيات؟ بعضهم يقول كثارة الجمعيات، لا لا ترى هل موجود ترى ما يغطي ولا يمكن ربع الاحتياج ولا حتى وصل الربع، ما يوصل يمكن حتى 15%، لأنه أصلا مطلوب منه المساهمة في الناتج المحلي إلى 5%. لذلك اليوم قناة الواقع تفتح أبوابها للجمعيات، ويوم الإخوان في إدارات الجمعيات يقولون ترى يا إخواني عندنا هالحالات المرضية اللي تحتاج وقفتكم وتحتاج عنايتكم وتحتاج عطائكم وتحتاج بذلكم، لا تقعوا هذا كله من فراغ. اليوم ترى يا إخواني هو تحقيق المبدأ التكافؤ في المجتمع، ومصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والحمى اليوم تشتكي الإذن تبكي العين، تشتكي العين تبكي الإذن، تشتكي اليد الرجل تبكي، وهكذا يا إخواني. ترى هذا هو التكاتف، هذا هو التعاون. اليوم يا إخواني الله عز وجل جعلنا شعوبا وقبائل إيش لتعارفوا، لكن الله عز وجل هو اللي أمر بالمسارعة للخيرات والمسابقة. فكيف إذا كان أصلا في شهر رمضان كان صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في شهر من الخير المرسمة في رمضان، في شهر رمضان. اليوم ليش كثير من الناس يخلي أمواله لين يجي رمضان؟ ترى طبع في الأجر، مع أنه الإنسان مفترض أنه ما دام نوى الخير أنه خلاص يطلع أول بول. صحيح. لا تستنى رمضان. ترى اليوم يا أخواني من فضل الله علينا أن الله عز وجل ما جعلنا نشتكي. اليوم في العالم أكثر من 40 مليون شخص ترى يا أخواني ما يشوفون، الله ما جعلنا منهم. كم في مليون ما يسمع، الله ما جعلنا منهم. كم في مليون ما يمشي، الله ما جعلنا منهم. كم فيه مليون اليوم قاعد يعاني شلل رباعي، ما جعلنا الله منهم. فكيف أنه اليوم نشكر نعم الله عز وجل علينا بأننا نستشعر هالمرضى اللي قاعد يعانون على الأسرة البيضاء ولا لهم أمل بعد الله عز وجل إلا أنتم كمتسابقين تحثون الناس، كجمهور اليوم يسمعنا ويسمع من رئيس مجلس الإدارة. أنا ما ودي يا أخواني أخذ الكلام عن رئيس مجلس، لكن والله أخواني ترى مرات الإنسان
يوم يسمع مثل هالقصص اللي أنا بالنسبة لي والله ما سمعت على إني قابلته بس ما قد سمعت هالقصص. الإنسان يا إخواني يستشعر كيف إنه قاعد يتنعم كل يوم ويتقلب في نعم الله عز وجل لكنه مو قاعد يشعر بهذا المريض. لذلك من الأجور المترتبة على زيارة المريض إيش؟ 70,000 ملك يشيعون هذا اللي يزور المريض. الله المستعان. لذلك في الحديث من أصبح منكم اليوم متصدقا، من أصبح منكم اليوم، من زار منكم اليوم جنازة، من زار مريضا، من عاد مريضا. يا إخواني هذه كلها مسألة من يسأل عنها لأنها عظيمة. لذلك الله عز وجل يقول وأنفقوا من مال الله الذي آتاكم. من اللي أعطاك المال؟ الله سبحانه الله. وتعالى. من اللي قادر أن يأخذ منك؟ الله. الله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الصدقة حياة لك، حياة لقلبك، نور لبصيرتك، سعة في رزقك، بركة في أولادك، في عيالك، في أهلك، في مالك. لذلك الله عز وجل يقول ها أنتم هؤلاء. من هم هؤلاء؟ أنا وأنت واللي تابعني واللي تتابعني، تدعون لتنفقوا في سبيل الله. قال فمنكم من يبخل. طيب واللي يبخل؟ قال ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. صحيح. والله الغني وأنتم الفقراء. صحيح. وإن تتولوا استبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. الله يجيب قوم يعني يطيعون أوامره ويتصدقون وينفقون ويعالجون المرضى ويستبدلنا. يا أخوان هل بينه وبين الله نسب؟ ما في بينه وبين الله نسب، لكن الله عز وجل ترى يختبرنا بمثل هذه الحالات. صحيح. اليوم هالجمعية ترى قالوا ترى هالحالات من ذمتنا لذمتكم أبد. حنا نسعى والله العلي العظيم استقطاب الناس الطيبة، الناس اللي تسعى لعمل الخير. أبشروا بالخير، وصلتوا المراجل. يكفي أن الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه لما الميت تمنى أن يعود، لماذا تمنى أن يعود؟ هل قال فأصدق يصلي؟ لا، تمنى أن يرجع لكي يتصدق. هذا مما يدل على عظيم الصدقة سواء في شهر رمضان أو في غير رمضان. طيب ما بالك لما تتصدق في علاج مريض أو تتصدق في تفريج كربة مريض بأتيان له بجهاز. يا أخوان والله إسطوانة الأكسجين ما تكلف يمكن 125 ريال، في بعض الأسر أو بعض المرضى يعجز أن يجيبها، وهي إسطوانة الأكسجين اللي عايشين على الأكسجين المنزلي، والله يعجز يجيبها. من أول كنا نشوف يعني ننظر من بعيد، لكن لما دخلت الجمعية واشتغلت فيها وجتني الحالات وشفتها، لا أنا لمست الحالات عن قرب وشفتهم عن قرب. أسر تعجز أنها يعني معاقله أكثر من 6-7 سنوات ما هو قادر يجيب له عربية ب350 ريال. يا الله وحنا تروح في عشاء، تخيل 350 ريال، يعني يمكن لو جبتها أنت عشاء لبيتك ما كف. أسر مو بعشاء كفي والله العظيم. صحيح. وهو مسكين يتمنى من يجيب له هذا الكرسي، يقول أنا ما أبغى فلوس، جيبوا لي كرسي، جيبوا لي كرسي خليوني افتك من ذا السرير اقدر اتحرك اروح اطلع برا اشوف. يا الله يا الله. اسمح لي دكتور، شوف الان واحد من الشباب يمكن تعرفه يمكن بعضكم يعرفه، اسمه سعيد ابو ظهير، كان متسابق في احد النسخ السابقه في قناه الواقع. لا لا دخل متسابق الا بس برنامج السوق، كان في برنامج السوق. الان يرسل لي مصور اني قاعد اتابع الحلقه جزاه الله خير، يقول مساء الخير شيخنا وش حالك وش شال عليك مبارك، انا تبرعت لاخوي. يقول سعيد هذا يقول انا تبرعت لاخوي بكليتي ويشهد الله اني شفت التغير في حياتي الى الافضل بكثير، والله ما ياخذ شيء من شخص الا يعوضه بافضل منه، ويدعو لكم الله يكتب اجوركم. يا اخواني هذه الان تجربه احد الشباب اللي كان عايش بيننا، يتبرع بكليته ثم سبحان الله يقول انا تغيرت حياتي، يقول والله تغيرت حياتي للافضل. سم المايك ميوت سامحني ما في خصم معك بس يقول هذا واحد طال عمرك في فشل كلوي شايب. اي نعم. يقول عياله راح يعالجون به قطوا ربع ب50,000، يقول يوم اقبل على المستشفى يقول يلقى ذاك العجوز اللي جنب المستشفى يقول لي شدا، قال ما معي اللي يجيب لي كلا 50,000، يقول يتبرع لها ب50. يا ابوي يا ابوي، قال ما لكم لزم شيء بيني وبين الله. يقول عودوا عاد مع دربهم، يقول يوم جاوا في نصف الخط يقول ابوهم قال وقفوا، يقول يوم وقف يقول هو متفشل لك الكلاث انت، يقول يوم وقف طال عمرك يقول يقعد يطير الشراب. يقول اشتغلت الكلاء عنده.
يا الله الله يجزاه شيء صادق ومن نية. هي النية لصار النية مطية، كانت صادقة فالله بيجازك فيها، وإن كان لا الرياء ولا شيء فمالك ما أنت بدور نحو ردها صادق. فأقول لك الشيء إذا صار تبرع ولا صدقة فيها خير تلقاه في عيالك ولا في حالك ولا في مالك. طيب بيض الله وجهك. طيب. هذا الآن تحس يعني القصص إخواني الواقعية ترى لها تأثير، لما يقولوا فلان أنا ترى شفت هالقصة، ولا من قريب له مثل والده ولا جده ولا إخوانه، الإنسان يصدق أكثر. وأعرف إن شاء الله الناس تصدق. إحنا عندنا مقطع قصير عن جمعية تكامل، ثم بعدها بنأخذ كلمة من الدكتور نختم، الوقت اليوم راح علينا، لكن بنعوضك إن شاء الله بحلقة ثانية. الله يرضى عليك. لأنه فيه تصفيات الظاهر شعر الجلطة. أعطونا المقطع وبنرجع إن شاء الله. أعطونا يا شباب. جمعية تكامل الصحية جمعية تهدف إلى تعزيز نمط الحياة الصحي ورفع جودة الحياة وفق برامج صحية تنموية واستراتيجيات التنمية الوطنية. تقدم الجمعية برامج رعاية صحية وأنشطة توعوية وتثقيفية ومتنوعة لكافة أفراد المجتمع، كما تسخر جهودها في خدمة أفراد المجتمع، وذلك عبر الرعاية والتدريب وتوكيد العناية والدقة في نقل الاحتياج اللازم للشركاء والمانحين لتقديم معوناتهم للمحتاجين. تسعى جمعية تكامل منذ بدايتها إلى تأكيد حضورها كمؤسسة صحية تخدم شرائح متنوعة وتقدم شراكة مجتمعية عبر صناعة البرامج والمشاريع، تطوير عملية التطوع الصحي، تحقيق الاستدامة التشغيلية والمالية. كما تعمل الجمعية على تقديم البرامج النوعية مثل الخدمات العلاجية، التجهيزات الطبية، توفير الأدوية، التوعية والتثقيف والتأهيل، الدورات التدريبية وغيرها من البرامج المختلفة والتي تسهم في تحسين تجربة المريض وتنمية المجتمع. جمعية تكامل يدا بيد لصحة أجيال الغد. طيب يا إخواني، هذا الآن فقط تعريف عام بجمعية تكامل الصحية، يمكن لا عطرة بعد عروس، لكن مرات احنا نحط هالمقاطع عشان الناس فقط يعني يشوفون هالمقطع، ان شاء الله بيكون مستمر معهم، وان شاء الله انه بيكون في مقاطع اخرى تحكي بعض الحالات المرضية اللي الاخوان عايشوها فعليا باذن الله. نبي نرتبها مع الاخوان في الادارة. دكتور علي استاذنك، احنا الشباب نبي نوقف جميعا، سامحوني. وقبل ما اخذ من الدكتور علي ابي المجموعتين، يعني كل واحد يروح مع المجموعة تبعه، خلونا المجموعة الأولى، مجموعة عمر ومجموعة وليد، وليد البحيح. الله لا يهينكم، سامحوني يا شباب، لكن إن شاء الله نيمون عليكم مقام الإخوان، جعلكم تسلمون. الشيخ تبعي مجموعة 25 يوم بأذري عليك تضيع. طيب يا إخواني، أنا قبل ما أخذ من الدكتور علي كلمة الختام، إحنا اليوم عندنا حالتين، عرضنا الحالة الأولى 190,000 ريال، وعندنا حالة رقم 2 ب 220,000 ريال. ممتاز. هذه الحالتين هي الآن بتنتقل من ذمتنا إلى ذمتكم، أنتم متسابقين، لا تنتظرون عبد العزيز يجي ولا الدكتور علي يجي، لا أنتم اللي موجودين على الهواء. كافوا والله، أنتم السعد، كافوا والله، كافوا الله يقبل منك، الله يجزاك. أنا يا إخواني ثقتي فيكم بإذن الله أنه ما لها حد، وتراي عادة قبل أي برنامج أشوف المتسابقين نوعياتهم، والله العظيم أني متفائل فيكم جدا 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 جدا، وأنا على يقين أنه هالمرضى اللي يمكن الآن يتابعون عشان يشوفون بس بصيص الأمل اللي ممكن أن يوصلهم، ثم إن شاء الله أن الله يفرج عنهم وتكتمل الحالة. دكتور علي اكتملت الحالة اليوم مباشرة بتعالجونه ولا متأخرونه؟ لا 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 لا، مباشرة، حنا مباشرة، ما فيه بمعنى يا إخواني ترى دفعتوا 190,000، الدكتور علي يكلم فريقه التنفيذي، اتصلوا على المريض حولوا على المستشفى عالجوا. ويا إخواني ثقوا تماما، بنعطيكم بإذن الله أبديت عن كل حالة بشكل مستمر بإذن واحد نحن. لكن هذه الحالة رقم واحد، وهذه الحالة رقم اثنين، بنضيف حالتين، حالة عند الشيبان الله يطول بعمارهم بيتولونها، وحالة عند المقدمين بيتولونها. خلونا يا إخواني نقول نتحدي، زين موافقين على التحدي؟ من اللي بيسعد اول مريض؟ هل مجموعه عمر ولا مجموعه وليد ولا كبار السن ولا المقدمين؟ نشوف. أعطيكم شيء ثاني، سامحوني اقول اللي في خاطري. استاذنت الشيخ ابراهيم، ويمكن يزعل حتى الشباب العدد، ترى ما يدرون والله بينصدمون هالكلام وبيهاوشوني.
أتحنا أنه لكل مجموعة نخصص لها وقت ونفتح سبيس خاص بالحالة في تويتر ممتاز. أو منصة إكس وسولفوا، لكن إن سولفتوا على البرنامج فقعت وجيهكم عاد بنرتبها، لكن بيكون في سبيسات إن شاء الله. يا أخواني والله إنه هالتسهيلات ما أعطونا إياها لسبب واحد، ترى الدكتور علي قد قال لي كلمة للحين تأكل معي، قال ترى أنا طلع ذمتي ذمتك حطها فيني، أنا أقول ذمتي الحين ترى هي ذمتكم. فيكم الخير والبركة. كفو. أهل الخير واجد والصدقة يكفيك أنها تطفي غضب رب سبحانه لا شك. وإن شاء الله وبإذن الله نقفل جميع حالات المرضى في برنامج مراجل، وحنا إن شاء الله قدها والجمهور قدها. أباخذ آخر واحد من هنا وباخذ اثنين من هنا. سم يا شيخ، أول ما إن شاء الله بإذن الله، يمكن ما تدري يمكن الله مرسلهم لنا يا سلام، وسبب لاكتمال المبلغ صادق والناس فيها خير صادق. إن شاء الله أن الحالات كلها اللي وزعتها بإذن الله وغيرها الناس طال عمرك لو بريال واحد، هذه ترى تسوى عند الله شيء واحد. نعم نعم. وبإذن اللي ما تنام عينه، بإذن اللي ما تنام عينه كلها مسددة، بإذن اللي ما تنام يا كريم وتعالج يا كريم. كفو اللي بيتكلم شاب باخذ اثنين منكم عشان الوقت. هذه فرصة يا سلام للمتسابقين قبل الجمهور كله، والله يجزاكم خير وإن شاء الله بإذن الله أنها بتقفل خلال اليوم إن شاء الله. كفو. وبإذن الله الحالات اللي تكون 600 إن شاء الله أنها مع برنامج المراجع بتصير صفر ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. كفو باذن الله. طيب باخذ اثنين زياده عشان لانه الشاب سمعت انه ماجد سمعتك قبل اسف. بدفع مبلغ الله يبيض وجهك الله يقبل جزاك خير. كفو والشاب الان بيعرضون ان شاء الله التصميم. كفو 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 والله لو كنا تعاوننا قفلنا الحالات اليوم. سم انا ودي اوجه رساله لبه لنا جميع أولهم أنا والمشاهدين إن شاء الله. يا سلام. رسالة وإن شاء الله الكل مستوعب الشهادة إن شاء الله أوصلها بالشيء الصحيح، اللي هي الرسالة إحنا بعض البشر نتابع الناس في البرامج التواصل الاجتماعي وبعضنا يدعمهم، زين الدعم هذا إحنا ما ندري الشخص اللي أنا أدعمه وين تروح. صح. أنا أفضل ووجه الرسالة هذه أن أفضل لك فلوسك اللي تروح للدعم حطها في مسكين ولا محتاج ولا في صدقة، في جمعية معتمدة موثقة. يا سلام. هذه رسالة ودي نوصلها للناس اللي يتابعونا كلنا والأخويانا وأولهم أنا، زين فهذا اللي حبيت أوصله إن شاء الله أني وصلتها بالشيء الصحيح. بيض الله وجهك. وحنا ترى الجمعية بما أنه حطوها في ذمتي تراني تعديت عليهم شوي، ما يدري الدكتور والله لا تستاهل وش اللي سوى والله ما يدري. شفت التصاميم يا دكتور حقت الحالات إيه؟ ترى حطينا فيها باركود إذا ضغطوا يحولوا معنا تصريح جمع التبرعات. بيض الله وجهك. والله العظيم إنه ما يدري. حطينا هالباركود وسمينا تبرع بأمان. تبرع بأمان عشان أنت قبل ما تدفع ما بيك تدفع الحين. عطونا التصميم يا شباب، عطونا التصميم حق الحالة الثانية اللي 220. أبى بسمعك سم بختم معك. طيب على بال ما يجهز حطينا هالباركود عشان الآن. إيش رأيك دكتور؟ أبغاك بجوالك. جوالك معك؟ أيوة. طيب عطونا التصميم. كنترول مكثرين اليوم فطور. يلا اعطونا. طيب دكتور علي تفضل. اي ناخذ الباركود. ابغاك تاخذ الباركود. ابشر. معنا التصميم ما ادري شلون كذا جاي على اليسار ليش؟ لا نسحبه ان شاء الله باذن الله. طيب بس ابغاك تسحبه وباخذ جوالك ولا عليك امر. ابشر ابشر بس. ابشر بس سعد. بس ابغاكم تشوفون الباركود وش اللي بيطلع للناس. وأنا أبغى الآن كل واحد يتابعني من الأخوان والأخوات يأخذون هالباركود عسى طالع تكفى. أي. شوف أيوة أي أنا عارف بس أنا أبغى قدام الناس تبرع بأمان بالله يعطني يا تكفى. لا لا أبغى عندي معليش في الكاميرا هنا تسمح لي بس أحط الكاميرا. عادي عادي حد. طيب مخرجنا علش لان رجل أنا تعورني شوي. شوفوا اللي طلع عطني بالله هنا. ايوه طبعا يا اخواني. طيب اول شيء طلع على الباركود بيانات الكيان اللي هي جمعيه التكامل الصحيه وحاطين الموقع حق الكيان البريد رقم التليفون وما الى ذلك. تمام. طيب ثم بعدها مباشره بيانات ترخيص التبرع. شوفوا
حاطين رقم ترخيص، ثم نوع الترخيص حملات تبرع، ثم حاطين نوع الحملة برنامج، تمام، وحاطين إيش الغرض المطلوب من جمع التبرعات، تقديم خدمات علاجية ورعاية طبية صحية لذوي الدخل المحدود والأسر الأشد حاجة، تقديم الأجهزة الطبية للمحتاجين، تقديم خدمات النقل للمحتاجين زي مرضى الكلى، تقديم الأدوية الطبية ودفع تكاليفها للمرضى المحتاجين. هذا خلاص ترخيص جمع التبرعات حطيناه عشان كل واحد ممكن يوزه أحد يسولف على أحد، نقول لا أدخل أنت شوف الترخيص بنفسك عشان تطمن. فلذلك يا أخواني الآن هذه مجموعة عمر صح؟ عندكم حالة ب 220 ألف ريال، ومجموعة وليد عندكم حالة ب 190 ألف ريال. والله والله إذا عشنا يا إخواني إنه هالمرضى تراهم أهالينا وعشنا المعاناة الحقيقية، أثق تماما إنه ما يجي بكرة، شوف يا إخواني أنا أعرف إيش قاعد أقول، ما يجي بكرة إلا الحالتين متقفلة بإذن الله سبحانه وتعالى. بإذن الله سبحانه وتعالى أباخذه ثم بختم لأنه مرة تأخرنا، بأخذ الدكتور ختم ذا عنده سمسم. وياك على هالجمعية الطيبة، الله يرضى عنك. أشوف إنها جات في وقتها شهر رمضان تضاعف، وأنتم لها، وحنا لها إن شاء الله. كفو كفو تتضاعف فيها الأجور. أنتم قلتوا بتقسمون الحالات إي وبي، أنا أشوف إذا غلق إي أول أو غلق بي أول كلنا بنساهم في تكفير الحالات كل أبوها. كفو كفوك الطيب. ترى إحنا عندنا 600 حالة. أنا فاهم. إحنا نبي نغطي اللي نقدر عليه. إن شاء الله إن شاء الله خلال 15 يوم المتبقين نقفل 600 حالة. بإذن الله سبحانه وتعالى. بإذن الله. سامي قلبي. ما غلقت. تنافس في الخير. إيه تنافس في الخير. يا سلام. إحنا نخدم حالات مرضى. إحنا لو إني مريض أنا أبغى اللي يدفع فلوس عشان يعالجني. فإن شاء الله نحن بنوقف معهم. أنا قلت لكم أول متبرع باسمي باسم كفو باسم والدي والجمهور. الله يقبل منك، جزاك الله خير. هذا اللي رايدكم فيه. والله يا أخواني الوقت ما تقسمتنا مجموعتين وتقسيم المجموعات يطول العمر السلامة في غير الموقف، الموقف ذا يطول العمر السلامة كل بونا يدي واحدة في تجيل حالتي. كفو كفو بيض الله وجهك. طبعا يا أخواني هي الفكرة أنه فقط تنافس في الخير. ترى يا أخواني دائما وفي ذلك فليتنافس إيش المتنافسون. اليوم هو تنافس خير، أنت تنافسون في البرنامج ولا؟ لكن بإذن الله أنكم يد واحدة وكلمة واحدة في هالحالات، لكن إحنا بنخليها على حالتين، اجمعوها فرقوها نبيها تتقفل وبس براحتكم. كفو دكتور علي، كلمة الأخيرة عندك. كفو كفو. أول شيء أنتم الخير والبركة، وقناة الواقع هي سباقة دائما في فعل الخير. الشيء الثاني أحب أن أقول لكم أن بالنسبة للمرضى اللي يجون جمعية تكامل الصحية يمر على مرحلتين. المرحلة الأولى عندنا لجنة طبية متخصصة في فحص المرضى والأولويات اللي يحتاجونها، علشان نرتب أولويات المرضى ومنه المحتاج ومنه الأشد حاجة. هم كلهم محتاجين لكن في محتاج في أشد حاجة، بذلك نبدأ علاج الحالات أولا بأول. احنا بدأنا بالسرطان خلاص. لأنه مرة وضع مرضى السرطان هم يعتبرون، وفي مرضى غسيل الكلى ترى ينتظرونا بعد. مرضى غسيل الكلى هم يحتاجون، والله الذي لا إله إلا هو إن عندي حالات هنا في المزاحمية ننقلهم الآن بسرات ترددي، نقل ترددي إلى المستشفيات داخل من مدينة الرياض، لأنه يعني ما هو قادر إنه يدفع حق تاكسي ولا أوبر عشان يوصل إلى المستشفى. ما أبغى أقول لك كم يكلف لأن تكلفته عالية صحيح. والغسيل عنده هناك عالي صحيح. الآن حنا نبغى نجمع لهم ما نقدر إن نوصلهم به المستشفيات حتى نتمكن من شراء أجهزة منزلية تبقى عندهم، وبدل ما هو يجي لا الممرض أو الدكتور هو اللي يروح لبيته ويسوي له الغسيل الكلوي. يا سلام. هذا اللي حنا نسعى وراه. فأشكركم جدا، والله تفاعلكم هذا أثلج صدري، والله العظيم نخنقت من العبرة. فيكم الخير البركة. جزاك الله خير يا دكتور علي. شكرا لكم. الله يرضى عليك. عسى ربي يبارك فيك. بنكمل بنطلع سوا. طيب. شكرا شباب. شباب طالبكم. والله العظيم انه يعيش هم الليل والنهار وانه يتمالك عبراته وانا اعرفه زين. كفو كفو. الختام جمهور الكريم لنا همم وللهمم اشتعال، وصدق القول تثبته الفعال، وانتم لها ودعناكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله. جزاكم الله خير. الله يرضى عنك. لعشق المراجل لعشق المراجل.